طبعا مثل ما كنتم شايفين احنا اليوم في مركز الملك سلمان للغاث والاعمال الانسانيه عم نقوم بتجهيز اولى المخيمات بمدينه جندارس من خلال حمولي كامله وصلت بالامس بتتالف من 11 شاحنه. هاي الشواحن تحمل على مواد غذائيه مواد غير غذائيه. احنا اليوم بعد تجهيز المخيمات حيتم توزيع سلال مأوى لكل هاي العوائل المضرره من الزلزال اللي ضرب شمال سوريا. احنا معنا منين؟ Thank you.